راي وانتد حلوه حلوه العرض، انا عجبني جدا. انا جيت عشان خاطر طبعا محمد مهران من المواهب اللي انا بثق فيه، وبثق ان هو لو قدم حاجه هيقدم حاجه كويسه. هايدي وحجازي، شريهان، عمر اللي شاركوا الكتابه، كلهم كويسين قوي، اتبسطت بيهم واتفرجت على العرض كويس. عجبتني الموسيقى، عجبني الشغل اللي معمول، واتمنى ان هم يفضلوا كده طول الوقت، يستاهلوا الجوائز اللي خدوها. لا ما عنديش حاجه رمضان السنه دي، عندي ان شاء الله بعد العيد هبدا تصوير فيلم سينما ان شاء الله. بفكر في مين نجم اشتغل معاه في مسلسل جديد، فكر في ايه ورق هشتغل المسلسل الجديد. كل النجوم كويسين، هي الفكره مين ايه الورق اللي هيخليني اشوف مين النجم اللي ينفع يعمله حلو وهضيف له ويضيف لي. لو في حاجات في الفتره الاخيره غريبه، في مره على قناه اسمها العاصمه اتكلم حد على مذيع اسمه سيد، كلمه حد وحطوا الصوره بتاعتي تحت، وكتب المخرج السينمائي محمد سامي، وقال رأيه في حاجات أنا رأيي فيها غير الرأي اللي هو قاله، حتى الطريقة اللي اتكلم بيها مش طريقة يعني، وقعد يتملق المذيع بزيادة ويعمل حاجات أنا مش محتاج أعملها خالص يعني، لا أعرف القناة ولا أنا أعرف المذيع أصلا ولا يهمني اللي هو قاله خالص. فده صرحت اني مش انا. ومن ناحيه تانية في حد سارق اكونت فيسبوك كده بيكلم الناس على انه محمد سامي وهو مش انا، بس انا كل شويه بكتب، ما هو عملت مشاكل كبيره، كل شويه يكلم حد يبعتوا لي صوركم ويبعتوا لي حاجاتكم وبتاع، وانا ما مش عارف مين. هيفا صديقتي وحبيبتي جدا، ببارك لها الاول على مسلسل مريم، انا اتفرجت على التريلر، محمد علي عمل شغل حلو قوي، وان شاء الله باذن الله يبقى حظها حلو قوي في المسلسل ده، هي ممثله كمان واضح كويس، وهي عارفه رايي فيها كويس. هنشوفك معاها قريب ان شاء الله. انا وهيفا حبايب هنعمل حاجه كتير سوا ان شاء الله. ان شاء الله. خد عبد الرازق. تمام. نو كومنت. تمام. احمد زاهر. احمد زاهر جميل. احمد زاهر عامل شغل كويس قوي الفتره الاخيره، انا شايف ما شاء الله مسلسلات كتير وشغل، وربنا يكرمه وهو يستاهل. احمد زاهر من احسن الممثلين اللي موجودين. كل سنه وانتم طيبين.